هي مباراة صعبة لصعبها الموقف اللي حصل والتراشق الإعلامي اللي حصل والجماهير اللي كانت زعلانة وترجي عاملين كانوا منها ملحمة وعاملينها حرب، لكن الحمد لله الأجواء هديت، الأجواء هديت. وأنا شفت هناك طبعا وسمعت إنه استقبلونا استقبال كويس، والخطيب يعني حقيقة سعيد جدا بأنه الأجواء هديت شوية. دلوقتي خلاص دخلنا في الكاون داون أو في العد التنازلي، لازم بقى النادي الاهلي يبص لهذه المباراه كنهائي بطوله بيلعبوا بعيدا عن ال 2-0، عشان لو اعتمد على نتيجه المباراه السابقه هتبقى المباراه قد لا تكون بنفس القوه. ولكن انا متاكد جدا انه اللعيبه حقيقة كل واحد هيدي اللي عليه. البطوله قريبه جدا من النادي الاهلي، لكن لازم يكون في كفاح مبذول اول حاجه وهدوء اعصاب. لازم نكون نفصل الامور اللي هي الحادثه خارج الملعب من ادائنا ومن كفاحنا ومن المجهود اللي هنبذله. فانا متاكد انه الحقيقه اللعيب على قدر كبير المسؤوليه، المدرب قوي جدا في قراراته انه بنلعب من اجل تشريف الحقيقه البطوله للنادي الاهلي ولمصر عموما ولجماهيرها ولمجلس ادارتها، وخطيب طبعا بنفسه موجود معاهم ومجلس الاداره بالكامل. ليس ما يمنع ان يكون هناك مباراه قويه جدا ان شاء الله يرجعوا بالكاس باذن الله. الهدوء طبعا اول حاجه، يعني اهم حاجه انه هذه المباراه يعني حاسمه هتحقق للنادي الاهلي بطوله قويه جدا للمره التاسعه، وده شيء طبعا يعني مهم جدا انه النادي الاهلي نادي بطولات، وبالتالي انا اتمنى انه هذه المباراه تخرج بشكل قوي وتخرج بشكل يليق بمقام النادي الاهلي. وانا حاسس كويس قوي بانه اللعيبه كلهم مركزين، وحتى محمد يوسف قال في كلمته ان احنا بننسى المباراه الاولى وهنروح على المباراه الثانيه كانها مباراه منفصله، وان شاء الله اي مكسب فيها او اي هدف فيها ايجابي هيحقق هذه البطوله ان شاء الله. والله طبعا الجمهور هناك هيكون عامل مشاكل وشغب، لكن النادي الاهلي يلعب خارج ارضه يجي مئات المرات، وعندنا قدره كبيره جدا اننا نحاول يعني نفصل الجماهير ونفصل الامور اللي هي الهتافات اللي هتكون موجوده. صحيح هتكون في هتافات وممكن يكون في طبعا شماريخ وتكون في امور قد يعني اللاعب مهم انه يركز في المباراه نفسها، ما يدخلش في دماغه الامور الخارجيه الجماهير الحاله الامنيه. لا ان شاء الله الامور هتكون كويسه، ودي مباراه كره قدم يعني اولا واخيرا ان مباراه كره القدم حتى هتحسم في الملعب مش هتحسم خارج الملعب. ده بان قوي لما الخطيب قابل رئيس نادي الترجي، هي واضح قوي انه الامور هي الخارجيه هي اللي عامل هذه الفقاقعات او اللي بيحصل حوالين الامر ده. لكن انا متاكد انه هي المباراه هتخرج بين ناديين كبار في القاره، ناديين حققوا بطولات للقاره. اتمنى ان يعني ان يكون الامر انها مباراه كره قدم فيها فائز وفيها خاسر، وده لا يعني لا يقلل من اي من الفريقين حتى يعني. فبس اتمنى انها تخرج مباراه قويه تليق بنهائي افريقي تشرف الكره الافريقيه. والله رقميا يعني اللي هيحدد المباراه استعداد الفريقين الكويس فيهم اللي هيأدي اداء في الملعب. انا طبعا حاسس ان النادي الاهلي هيحقق نتيجه، لكن الارقام لا تهمني، يهمني ان النادي الاهلي يخرج بانتصار يحقق الحقيقه لنا كلنا ولجماهير النادي الاهلي ولمصر بطوله حقيقه. لكن النتيجه بالنسبه لي هي الاداء الجيد اللي في الملعب هو اللي هيحدد النتيجه.